قانون رقم 14، اتخذ وضع الصديق واعمل كجاسوس. بمعنى خليك واثق ومتاكد جدا ان معرفه اي معلومات من منافسك او العدو بتاعك او الشخص اللي ضدك تحت اي سبب ايا كان، دي اهم ما في الموضوع. انت بتدخل كجاسوس تتعرف او تعرف او تقدر تفهم او تقدر توصل للمعلومات اللي انت محتاجها منه، بس بالطريقه دي. كمان بيأكد الكتاب انك انت تستغل ده بنفسك، يعني ما تستغلش جاسوس تاني او حد تاني هو اللي يستخدم ده مكانك. لازم انت اللي تكون الصديق للعدو بتاعك وتكون انت الجاسوس في نفس ذات الوقت. الكتاب برضو بيأكد عليك انك انت تطرح اسئلة لعدوك غير مباشرة، تطرح اسئلة غير مباشرة لعدوك عشان تقدر تستفزه وتخرج ده منه، فتقدر انك انت تجعل اعدائك يكشفوا النقط بتاعتهم او نقطهم الواضحه او شكلهم الواضح او الحاجات اللي هم او الخطط بتاعتهم المستقبليه بالنسبه لك انت. خلي عندك يقين ان كل خطوه موجوده طول ما انت الصديق وانت نفس الجاسوس انت الكسبان، وهتاخد منها فرصه او معلومه او داتا تقدر تستغلها فيما بعد.